والله ما اعرف ان انت كنت بره، ما اعرفش ان انت كنت بره. انا اول ما قالوا لي ان انت جيتي بره جيت لك على طول. ايوه، ما انت غرقان في القطات والمينيجبات. فين القطات دي؟ في التصوير يا اخويا. في التصوير احنا بنصور ادعيه، حرام عليك. وبعدين بدل ما تباركيلي، انا الحمد لله ربنا كرمني وهيبقى معايا فلوس وهنتجوز. انت عارف انا شغال مع مين دلوقتي؟ مين يا اخويا؟ مع النجم محمد انور. محمد انور؟ اه، بتاع مسرح صفت. بجد والنبي يا عمر؟ اه والله، شغال معاه وبيديني بقى فلوس من تحت لتحت كده، وقال لي ان شاء الله اما يقبض هيقبضني دهب. انا بحبه قوي. بتحبيه؟ اه. انت عمرك ما قلتي لي انا بحبك يا عمر. لا، وانت حبك ليه يا عمر؟ هو نجم، نجم لازم يتحب. ايوه ماشي، يعني هو النجم يتحب والغلبان ده بقى ما يتقالوش كلمه حلوه؟ لا طبعا ما يتقالكش. النبي يا عمر صورني يعني. والنبي، ده انا رشا حبيبتك. دلوقتي رشا حبيبتك؟ ما انا كنت كلب ولا يسوى. وما زلت يا حبيبي كلب ولا يسوى. إيه والنبي، والنبي صورني معاه والنبي. ماشي ان شاء الله. طب بتحبيه على ايه؟ بتحبيه على ايه؟ هو ابيضاني كده زي ما بيطلع؟ لا، ده كله ميك اب. اتخيلي بقى البياض اللي فيه ده كله كريم اساس. اقول لك على حاجه، اصلا اخضر، لونه اخضر اصلا. انت عيل اصفر. انا اصفر وهو اخضر. وحقود. لا والله انا بقول لك العيال عشان تبقى عارف. طب هقول لك النبي، دمه خفيف كده زي ما بيطلع بيرمي افيهات جميله. والله يا اخوان ده تنح وكئيب ومتشائم في الحياه وشاف الدنيا سودة، بس يقولوا له اكشن يبدا بقى يهرج ويعمل بقى دمه خفيف وهو، لكن مقرف في الحياه، مقرف. انت رخم جدا على فكره، ومش اتقل من دمك. انا اصورك عشان خاطر انت تتبسطي بجد. بس روحيني. طب انا هروحك ومش هصالحك غير لما تصورني معاه. ديل؟ يلا ديل. ديل يلا اطلع. ايه يا ديبو؟ ايوه يا مايا. هنفضل ماشيين مع بعض كده كتير؟ ايه ده، في ايه؟ لا على فكره، متقدم لي عرسان كتير قوي، ولا انت عايز تخليني جنبك؟ لا بقول لك ايه، انا ما بحبش الدخله دي يا مايا. اصل متقدم لي عرسان، اصل مش عارف ايه. انا لا، انا بخش البيت من بابه. بخش البيت من بابه ايه؟ ده انا في قلب البيت دلوقتي اهو. بس انا مستني بس تبقى نجم عشان اعرف اتكلم مع ابوكي اللي مش فارقه معاه اصلا. طيب عامه انا لازم اسكن جنب مامي. افرض خلفت ولا تعبت ولا لازم احتاج لها طبعا. ايه مامي دي؟ انا اول مره اسمع سيرتها دلوقتي. هي ساكنه فين؟ مامي متوفيه الله يرحمها. الله يرحمها، عايزه عيني يعني جنبها في القرافه دي، ارخص بكتير على فكره. طب انت ليه مش تحط صورتي لو انت عندك على الفيسبوك؟ مايا لا، الكلام ده مش كلامي. انت لكيتي مع رشا كتير؟ ايوه. عرفت، انا كنت حاسس والله كده. بس انت مش تعيدوا لي، احنا ماشيين مع بعض والكلام ده مش ممكن يطلع منك. ايوه ايوه كلام. امال ابوكي بيقول انت متعكنينه ليه؟ ما انت بتضحكي وزي القرده. بصراحه يا ديبو انا وقفت في مود قوي. صحيت الصبح لقيت ماكينه الاسبريسو باظت، فنزلت من غير الكافي بتاعي. انتوا عندكم ماكينه اسبريسو؟ ده انا ما عنديش ماكينه حلاقه. بس عادي اصلحها لك. انت بجد بتفهم في المكان؟ اه ده سؤال انا مش هرد عليه. ليه؟ يعني ما اصل معروف يعني. الحيده ايه؟ هيجي دلوقتي واصورك معاه. يا نفسي اصورك. ما تقلقيش انا جاي اهو. بس ايه الشياكه دي؟ ايه رايك؟ حلوه مش كده؟ لا قمر. اللي عمرك ما شيكتيني. شيكلك انت ليه؟ المفروض ان انا يعني هتجوزك، المفروض ان انا هبقى جوزك يعني. عادي. شيكل مين؟ عادي. شيكل الغريب؟ اه طبعا شيكل الغريب. انا خلاص. صباح الفل يا نجم. صباح الفل يا حبيبي. منور الدنيا يا عالمي. منوره بيكم والله. اللي مصيتنا ومشرفنا. حبايبي قلبي والله. ابو النجوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حبيبي. ايه ده، هو لسه نفس التعليق اهو. لا سيبه بقى ده عشان ايه؟ فاهم هو ليه ايه؟ الله الله الله، دي حركه معينه كده. العربيه دي لها خروج اصلي وليها دخول، فاهم؟ مش زي باقي العربيات. ربنا يعينك عليها. فاهم كده و... معلم نجم. حاجات جايه من بره. بس انت الله اكبر عليك، عملت امبارح اخر مشهد في اليوم حكايه. مش اللي عيطت بيه من عندي؟ اه النهارده بعت لك من عندي. نجم نجم، نوع بين العينين كده صوره. ايه ده؟ لا 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 لا، لا مش هينفع. مش هينفع يقول عليها تاني. لا اعدي اول مشهد. اسمع مني، انا بعرف اتعامل معاهم. انا بعرف اتعامل معاهم بعد اذنك يا نجم. ما تخسرنيش الناس، ما تخسرنيش الناس. في ايه؟ هتخسرني ده ليه؟ واحد ملوش لازمه يخسرني ليه؟ كان عندي 8 مليون على الانستجرام بقى 8 بسبب الحركات الزباله دي. افهم بقى وتشوف انا هتعلم ازاي مع الزفت ده.